اهلا وسهلا بكم متابعينا من جديد. كيف ما كتشوفوا معنا على المباشر، فهذه احد المقاهي اللي تم الرصد ديالها من طرف السلطات المحليه، كلها مغلقه. هو مقهى ليس مقهى عادي، مقهى ليس عادي، مقهى يعني من اغلب المرتدين ديالو كيستعملوا الممنوعات كما كتشوفوا مع اثر الدخول ديالنا. يعني الرائحه اللي كتصادفك هي رائحه حشيش، يعني يتم يعني استعمال المخدرات في هذا المقهى. هذا السلطات الان يعني نادت على الامن الوطني، كيف كتشوف معنا 19 حاضره معنا حتى هي باش حتى هي تقوم يعني بالاجراءات اللازمه ديالها. كاين هنا واحد مجموعه من الاشخاص يعني تم المحاصره ديالهم داخل هذا المقهى، هذا يتم الرصد ديالهم داخل هذا المقهى هذا من اجل التفتيش و في حالة وجود يعني أي حاجة اللي غير قانونية. شوفوا معنا متابعينا الأوفياء. شوفوا معنا حضور رجال الامن الوطني تما من اجل المعاينه ديال هذا المقهى، هذا اللي اغلب المرتدين ديالو هما الناس اللي كيستهلكوا ماده الحشيش، ماده الكيف. شوفوا معنا فرجال الامن الوطني الان غادي يقوم بواحد العمليه تفتيش شامله. كذلك واحد مجموعه من الاشياء يعني اللي غير قانونيه مديوره في هذا المقهى، هذه مثل هذه العربات هذو كيتم كذلك. يشبهون على المباشر ان سيدي حيد تيحاول انه يوضح المالك ديال المقهى لان هذا المقهى هذا يعني مستعمل لاغراض اخرى. كان مسدود من جميع الجوانب السلطات المحليه. شوفوا معنا السيد القائد بحو امر سال هو اللي كيقوم بالمعاينه. لا تجيب
يلتحق في المستشفى وكذلك يعاين. كيف ما كتشوفوا معنا متابعينا الاوفياء، حضور رجال السلطه وكذلك قوات المساعده والامن الوطني من اجل رصد المخالفات والتفتيش، مجموعه من الاشخاص اللي جالسين في هذه المقاعده كيستعملوا ماده كيف صراحه الروائح كريهه مزفره، يعني تزكم من الانوف. يعني حيد ذاك الكارو، كنت تسمع حيد ذاك الكارو، حيد ذاك الكارو كون راجل واخذ راحتك واخذ راحتك اشري ما كنتش شريف اش عندك؟ الله يسهل عليك. امين. هو سيري الله يسهل عليك، هاي تابعاني، سيري الله يسهل عليك. يلا شريف.